صباح الخير، يوجه الخير. كيف صبحتو؟ كي دايرين مع الحياة والمتقلبات ديالها؟ نتمنى بس تكونوا مزيان هانيين، والله يبعد عليكم كحل الراس بنو أذى. جوناثان هاروش هو واحد ملياردير، رجل أعمال كبير وما كبير غير الله، عنده جنسية مزدوجة مغربية فرنسية، هو مول سلسلة النوادي الرياضية الشهيرة المعروفة سيتي كلوب، وهاد السلسلة دائعة الصيت وطنيا. جوناثان دوز اليوم الأرباح، دخل ودوز أول ليلة ديالو في الحبس المحلي ديال عين السبع بكازا، سجن عكاشة، بعد الاعتقال ديالو اللي ثار ضجة كبيرة، والأمر بالإيداع ديالو في هاد السجن من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء. بارح الثلاث 15 أكتوبر تحال على الوكيل العام نفس المحكمة اللي حالوا بدوره على قضاء التحقيق، والتمس من القاضي المكلف بالتحقيق معاه باش يسمع ليه ويحقق تفصيليا معاه بخصوص جملة من التهم الموجهة إليه. وقبل ما نهضر على طبيعة التهم محقق معاه بشأنها، نشير إلى أن جوناثان تشد من داخل واحد لوطيل في كازا ومعه جوج بنات، كيقول خدامين معاه، والبوليس ملي شدوه لقاو عنده مواد مخدرة كما تم تداول ذلك إعلاميا، وكيقولوا لقاو عنده شي 2.5 غرام من الكوكايين، والاعتقال ديالو جا حيت كان مبحوث عليه وطنيا. النيابة العامة مددات الحراسة النظرية ديال المتهم بيوم واحد كالمنتظر، والبارح الاثنين يتحل، لكن تم التمديد والبارحة تحل على الوكيل العام اللي حلوا على قضاء التحقيق. وقاضي التحقيق محكمة السيناب كازا أمر بالإيداع ديالو كما قلت سجن ديال عكاشة بعد ما سمع ليه إعداديا، وأجل التحقيق التفصيلي معه إلى جلسة لاحقة. مول أبرز العلامة التجارية في المغرب سيتي كلوب، وعندها طبعا فروع في مدن وحدة أخرى كبيرة، كتمتع بشعبية واسعة. مولها كيواجه مجموعة من التهم اللي التمس الوكيل العام القاضي تحقيق تحقيق تفصيلي معه بشأنها بعد ما حالوا عليه. وموقع إسبريس قال أن الإيداع ديال جوناثان هاروش جاء بقرار من قاضي التحقيق في حدود 1:30 من صباح اليوم الأربعاء، يعني تا 1:30 ديال الصباح، والتحقيقات جارية معه النهار كله بعد ساعات طويلة عقبت الإحالة ديال الوكيل العام طرف لابيجي والسماع الفرقة الوطنية والسماع قاضي التحقيق له إعداديا قبل التأجيل ديال التحقيق التفصيلي اللي غادي ينطلق قريبا. كاينين جرائم مشددة كما وصفها موقع إسبريس. الجرائم المشددة كيواجهها جوناثان وجري التحقيق معها بشأنها، ومنها جناية الاتجار بالبشر، وما أدراك ما هاد الجناية وهاد التهمة والعقوبة ديالها في حالة إلى ثبت في حقه ذلك وتوفرت الأدلة والقرائن المادية المثبتة للتورط ديال المحتمل أو الممكن في هاد الجناية. كيقولوا بلي السيد كيستغل الوضعية الهشة ديال شي عيالات وبنات، وكيستغلهم في الفساد، والله أعلم التحقيق هو اللي غادي يبين كل شيء. وهذا الشيء اللي ثبت طبعا كيزيد يرفع العقوبة اللي كتواجهه، حيث كتواجهه حيث يحقق معه بخصوص هاد الجناية، بل فقط بسبب الاتهام ديالو بتهم واحدة أخرى. والسيد كيواجه مجموعة من التهم من قبيل حيازة واستهلاك المخدرات القوية والتحرض على البغاء، وزيد أنه كان موضوع مساطر مرجعية ومذكرة بحث وطنية على خلفية استرشيكات بدون الرصيد بملايين الدراهم، لكن هذا الموضوع تم تسوية بينه وبين الناس اللي شاكين به بالشيكات. موقع هسبريس قال في مادة نشرها صباح اليوم الأربعاء أنه تم إسقاط هذه التهمة ديال إصدار شيكات بدون رصيد على مول مجموعة سيتي كلوب، حيث أصحاب الشيكات تنازلوا الشيكات والشكايات تنازلوا بعد ما سبق لهم تقدموا بديك الشكايات في مواجهته أمام النيابة العامة. وأكيد أن البنات بجوج اللي شدوا معه العناصر ديال لابيجي، تم يعني هاد الموقع أكد على أنه تم إخلاء ديال السبيل ديالهم صباح اليوم الأربعاء بعد الاستماع إعداديا لهم. غادي تسمحوا لي هاد المرة ما جبت شي حاجة خاصة بيا، واعتمدت على الشيء اللي تم التداول ديالو إعلاميا،
خاصة الشيء المنشور في بعض الصحف مواقع الإلكترونية اللي كتحصل على مراسها وما كتنشرش الأكاذيب، وتعتمد طبعا مصادر قوية وصادقة في جمع المعلومة قبل ما تنشر أي خبر. ومن ضمن وسائل الإعلام اللي اعتمدت عليها في تحرير هذا الخبر موقع ديال هيسبريس اللي اعتمدت عليه بزاف، والشيء اللي تنشر فيه هو اللي قال باللي الاعتقال كان ليلة السبت اللي داز من طرف العناصر الأمنية تابعة للبي جي ديال كازا، وهي اللي سلمت له عناصر الفرقة الوطنية الشرطة القضائية بي ام بي جي باش تستكمل البحث معه، خاصة أن المتهم كانت تروج حولها ادعاءات بممارسة اعتداءات جنسية إلى جانب انتهاك حقوق العميل لديه، وهذا الشيء اللي أورده الموقع المذكور، وكانت قد تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر قليلة خلت. أما موقع جود فقال إن المتهم صاحب قاعة الرياضة الملياردير جوناثان هاروش كيواجه أيضا إضافة لجنايات الاتجار بالبشر والتهم اللي ذكرت من قبل، كيواجه أيضا تهمة الاغتصاب والاحتجاز والتعنيف، وهذا بحسب الموقع ديال جود اللي قال باللي الفرقة الوطنية سمعت لشي بنات خدامين عنده بالنوادي الرياضية ديالو التابعة لسلسلة سيتي كلوب، وفضاءات واحدة أخرى كيملكها سمعت لهم تمو في المحاضر. المهم أن الاعتقال ديال المعني بالأمر جوناثان هاروش خلف ردود فعل قوية واحدة بالاهتمام واسع من الرأي العام، وشغل الجميع هاد الأيامات، خاصة أن الموقوف ماشي شي إنسان عادي، شخصية بارزة في مجال الرياضة والأعمال، لكن اللي دار الدم يستاهل العقوبة في حالة إذا ثبت هاد الدم في حقه أو أي فعل واحد آخر. هذا ما توفر من معلومات متداولة حول الاعتقال ديال هاد الملياردير جوناثان والإيداع ديالو في السجن، وملي تكون تفاصيل واحدة أخرى أكثر دقة واللي تهز يعني سرية البحث على ملي ما تبقاش سرية البحث على هذا الملف، غادي نرجعوا طبعا نهضروا على التفاصيل الكاملة. شكرا لتفهمكم وحسن استماعكم، وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفياء لقناة مروكو كرام تي في الجريمة المغربية، ولبعد ذلك المدرجات وبنو أداء إذا